في حسن المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الكرام، نحييكم مره اخرى ونتواصل معاكم بشوط جديد ينطلق منذ لحظات. الشوط الخامس عشر في مجموعه الاشواط في سباق هذا المساء، والشوط الخامس عشر خاص بالحول المحليات الاصائل لابناء القضايا، والمسافه كما تعلمون هي 6 كيلومترات المقرره رسمية من اللجنة المنظمة لهذا السباق. ونحن ننطلق مباشرة في طريقنا كنقترب من مقدمة هذا الشوط، ونشاهد هذه الشعارات العديدة لأبناء القبائل المشاركة في جميع الأشواط، وننتقل إلى مقدمة الشوط مباشرة اللي استفتحت إذاعة الشوط في هذه اللحظات. الظبي في مقدمة هذا الشوط للسيد رغش بن طبازة، احتلت المركز الأول نعود إلى مقدمة هذا الشوط. حصل تغيير على مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الكرام، اللي هي جبار السيد خليفة بن 70 المحرمي، خذت المركز الأول تعرفنا عليها من خلال الشعار. ننتقل بالمركز الثاني الغدوم من قبل الظبي، تعود ملكية الظبي للسيد رغش بن طبازة بن الدودة العامري، نقل إلى المركز الثالث. نجد في المركز الثالث في هذه اللحظات وصلت الطموح اللي قادمة، تعود ملكية الطموح للسيد شلويح بن محمد بن غافان اليابري، خذت المركز الثالث. ننتقل بالمركز الرابع، اشوف الغدوم على المركز الرابع من قبل اللي واصله في هذه اللحظات سمحه للسيد احمد بن حمد بن هميله المزروعي في الوقت الذي نتاخر فيه. وننتقل الى المركز الخامس، نجد في المركز الخامس اسرابه اللي واصله في هذه اللحظات، تعود ملكيه اسرابه للسيد راشد بن جرش الغفلي. ننتقل الى المركز السادس، سادس المراكز اسرابه وصلت في هذه اللحظات، تعود ملكيتها للسيد علي بن خلفان بالشاوي الغفلي، نقله الى المركز السابع. والمركز السابع نجد فيه الان جباره، تعود ملكيه جباره للسيد مطر بن سعيد بن هدوب الوهيبي في الوقت الذي نتاخر فيه. ننتقل الى المركز الثامن، في المركز الثامن جباره، تعود ملكيه جباره للسيد عبيد بن محمد بن هدوب اكتبي، نقله الى المركز العاشر. في المركز العاشر مشاهدينا الاعزاء دخلت في هذه اللحظات منصوره، تعود ملكيتها للسيد حسين بن محمد بن زايد، خذت المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للمراكز العشر الاولى، ندائنا الاول لهذا الشوط. ونعود مره اخرى الى مقدمه هذا الشوط، وحصل تغيير على المركز الاول، ترى طاري من قبل الظبي خذت المركز الاول، تعود ملكيه الظبي للسيد رغش بن طبازه بن الدوده العامري، خذت المركز الاول وسيطرت على مقدمه هذا الشوط. بينما ننتقل بالمركز الثاني، حصل تغيير على المركز الثاني من قبل طموح، تعود ملكية طموح للسيد شلاويح بن محمد بن غفان اليابري، خذت المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما ننتقل بالمركز الثالث، في المركز الثالث هراك جبارة، تعود ملكيتها للسيد مبارك بن حمد، تعود ملكيتها للسيد خليفة بن حمد بن 70 المحرمي، خذت المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، في المركز الرابع هناك الغدوم على المركز الرابع من قبل سمحة، تعود ملكية سمحة للسيد أحمد بن حمد بن هميلة المزروعي. يا سلام، حوالي 4 حول في موقع واحد وفي المجموعة الأولى. ننتقل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس، في المركز الخامس هناك غدوم من قبل الوارية في هذه اللحظات، تعود ملكيتها للسيد خليفة بن سالم الضبيعة اكتبي، خذت المركز الخامس. ننتقل الى المركز السادس، نجد في المركز السادس في هذه اللحظات غدوب من قبل سرابه، تعود ملكيتها للسيد راهيد بن قرشه، خذت المركز السادس. ننتقل الى المركز السابع، والمركز السابع هناك يا سلام غدوب، وتعود ملكية مياسر السيد سيف بن عبيد بن هلي، خذت المركز السابع. ننتقل بالمركز الثامن، هناك غدوم على المركز الثامن من قبل ودعة، تعود ملكية ودعة للسيد سعيد بن زاهر الخيلي، تقل إلى المركز التاسع.
وتاسع المراكز في هذه اللحظات. نجد في المركز التاسع شوق انضمت الينا في هذه اللحظات، تعود ملكيتها للسيد عبد الله بالسيل بن درويش المزروعي، نقل الى المركز العاشر، وعاشر المراكز هناك في المركز العاشر منصوره للسيد حسين بن محمد بن زايد، خذت المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، نداءنا الثاني للمراكز العشر الاولى. ننتقل الى المجموعه الاولى، حوالي اربع حول في موقع واحد مشاهدينا الاعزاء، اللي في مقدمه هذا الشوط تتربع على قائمه هذا الشوط طموح، خذت المركز الاول، ولكن في مقدمه هذا الشوط بنحاول ناخذ المركز الاول الظبي. يا سلام الظبي اللي متصدر قائمه هذا الشوط تتربع على قائمه هذا الشوط، الملكيه تعود للسيد رغش بن طبازه بن الدود العامر. يا سلام، هو من يعلن عن وجود الظبي في هذا الشوط وسيطره على المركز الاول، سيطره كامله وسيطره فعاله. مشكور يا ابو سيل على قدومك للظبي في هذا الشوط وفي هذا الموقع. بينما ننتقل بالمركز الثاني، نجد في المركز الثاني الطموح، طموح قادمة، تعود الملكية للسيد شلويح بن محمد بن غفان اليابري، خذت المركز الثاني. ننتقل عن شعار بن هميلة سمحة، خذت المركز الثاني السيد محمد بن حمد بن هميلة المزروعي. ننتقل إلى بن سبعين، إلى سيد مبارك بن حمد بن سبعين المحرمي، اللي تعود ملكية السيد خليفة بن سبعين المحرمي يويلنا المعروف، خذت المركز الرابع اللي هي جبارة. ولكن يا سلام وصل بضبيعة، وصلت الوارية يا سلام قادمة، تعود الملكية للسيد خليفة بن سالم بضبيعة اكتبي، خذت المركز الرابع في هذه اللحظات. الى المركز السادس، شوف المركز السادس، شوف الغدوب على المركز السادس اللي دخلت فريده في هذه اللحظات للسيد سيف بن عبيد بن هلي، خذت المركز السادس. ننتقل الى المركز السابع، والمركز السابع هناك ودعه في المركز السابع للسيد سعيد الزهره الخيدي، والمركز الثامن هناك اسم جديد الظفره، تعود ملكيته للسيد محمد بن عتيق بن خفيه اكتبي. ننتقل الى المركز التاسع، والمركز التاسع مشاهدينا الاعزاء تعود ملكيته للسيد حسين بن محمد بن زايد اسمها منصورة، والمركز العاشر في المركز العاشر بشاهد الاعزاء شوق للسيد عبد الله بن سهيل بن درويش المزروعي. هذا هو اخر ندى لنا للعشر المراكز الاولى، نكتفي بهذا القدر. ودخلنا في هذه اللحظات موقعنا في الاعراب عند 1400 متر، 1400 متر تفصلنا عن خط النهايه وتفصل الظبي عن الفوز والناموس. محتل المركز الاول الظبي للسيد رغش بن طبازه بن الدود العامري، محتل المركز الاول وسيطرت على مقدمه الشوط سيطره كامله وسيطره فعاله، واللي تلاحقها ملاحق قوي. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف التحدي والحموس من قبل اللي واصله، وصلت سمحه للسيد احمد بن حمد بن هميله المزروعي، ولكن هناك الغدو من الجهه الاخرى اللي تنافس منافس قوي على مقدمه هذا الشوط. الثالث اللي طموح تعود ملكيه للسيد شلويح بن محمد اليابري، خذت المركز الثاني، عادت مره اخرى في المركز الثالث، تراجعت في هذه اللحظات سمحه. ننتقل بالمركز الرابع عند بضبيعه اللي هي الواري للسيد خليفه بن سالم بضبيعه اكتبي، وصلكم بن هلي، وصلكم بن هلي في هذه اللحظات فريد للسيد سيف بن عميد بن هلي. يا سلام رفعت رايه التهديد، نعود مع الظبي بشوف المراكز الاولى، الظبي للسيد رغاش بن طبازه بن الدود عامري، محتل المركز الاول وتدخلت في هذه اللحظات فريده، فريد واصله. يا سلام يا فريده، يا سلام الشاب السيد سيف بن عبيد بن هلي، هو من يعلن في هذه اللحظات عن التحدي والحماس في اللحظات الاخيره، ولكن الظبي لا زالت صامده، صامده الظبي، بشوف الظبي، الظبي ولا فريده. يا سلام التسلل، ارصد يا مصورنا، ارصد 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 هذا التسلل في اللحظات الاخيره في الامتار الاخيره. مشكور 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 يا الشاب السيد سيد بن عبيد بن هلي اللي اطلق فريده في هذا الشوط، وخلاص قفلت 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 على الشوط مشاهدينا الاعزاء. الشاب الفريد اللي هو سيد سيد بن عبيد بن هلي سيطرت على المركز الاول في اللحظات الاخيره. وحده السلامات الى اهالي، سلام سلام يا اهالي مدينه العين، مدينه الخضره والجمال، اسعد الله مساءكم بكل خير بكل خير وبركه. واهالي هذه لحظات الوصول اللي
تمريد للسيد سيد بن حميد بن هلي في المركز الثاني، قدمت عرض ممتاز اللي هي طموح للسيد شلويح بن محمد اليابري في المركز الثالث، السيد رغش بن طباز بن دود الحامل اللي ضبي في المركز الرابع للسيد احمد بن حمد بن عميله المزروعي، وفي المركز الخامس للسيد محمد بن عتيق بن خفيه اكتبي، في المركز السادس رقم 13 مشاهدينا الاعزاء للسيد سعيد بن عبيد الضبيعه، وفي المركز السابع اللي اخذت المركز السابع نصيبه للسيد مبارك برايد بن حباله اكتبي، وفي المركز الثامن بتصوغان للسيد محمد بن عبيد بن شمال، وفي المركز التاسع والعاشر عند اللجنه نعود مع التوقيت الزمني ونعود عند رقص اللي احتلت المركز الاول في هذا الشوط اللي هي فريده في اللحظات الاخيره في الامتار الاخيره، اخذت المركز الاول قطعت مسافه 6 كيلومترات في 9 دقائق 35 ثانيه واربع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس للسيد سيف بن عبيد بن هلي. المركز الثاني اللي اخذت المركز الثاني في اللحظات الاخيره مشاهدي الاعزاء طموح، وقطعت المسافه في 9 دقائق 36 ثانيه 5 اجزاء من الثانيه، تهانينا للسيد شلويح بن محمد اليابري. في المركز الثالث الظبي للسيد رغش بن طبازه بن الدود العامري، تهانينا قطعت مسافه في 9 دقائق 37 ثانيه بالوفاء والتمام، تهانينا الى جميع الفائزين بالمراكز الاولى في هذه اللحظات. احيل الميكروفون الى الزميل